ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت الممثلة لبنى أبيضار قبل قليل من يومه الأربعاء من خلال تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك عن إجهاضها في الساعات الأولى من اليوم. وأكدت أبيضار في تدوينتها أن طبيبا متخصصا في الولادة قدم لها يد المساعدة بإحدى مستشفيات مدينة الجديدة، مشيرة إلى أن فقدانها لجنينها جعلها تقرر إخفاء خبر حملها المقبل. وكتبت أبيضار في تدوينتها: البارح بالليل عشت الجحيم الحقيقي، لأن الحمل ديالي طاح، نزلت الجديدة مع 3 ديال الصباح للسبيطار وفيقوا لي الطبيب ملاك من السماء، خدم طبيب ولادة وطبيب نفسي وراجل مغربي شهم. هنيئا لمدينة الجديدة بالطبيب الشاب أنس بن جلون، لأنا والزوج ديالي كنشكروه بزاف بزاف، وحنا الله يعوض علينا خير، والمرة الجاية إلا حملت ما غاديش نقولها لكم حتى نولد. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.